بمعنى ايه؟ اللي هو اللي عايزه بيقوله يمشي، عايز كده ماشي هيمشي، يعني هنخرج النهارده نخرج النهارده، فهو دماغه كده. هو جه وقت كده كان وكيل اعمالك بجد؟ لا لا لا، بس هو عشان على طول بيبقى معايا، فبيبقى الناس دايما شايفينه معايا، خدته معايا البرتغال، بيتكلم مع الناس برضو على لساني، ادرى مني بحاجات كتير اخويا، فانا بحب اشاركه في كل حاجه في الملعب وبره الملعب. يعني في برضو مشاكل طبعا بره الملعب، لو مثلا صحابي حصل حاجه بتاع، لا باخد رايه، هو اول واحد بلجأ له مثلا لو في حاجه، فالناس شايفه كده، فبيبقى وكيل اعمالي، بس هو فعلا وكيل اعمالي في كل حاجه. رامي، هنروح بقى زي ما قلت للفنيات اللي احنا ابتدينا فيها من شويه. ان النهارده رامي ربيعه كان ابتدى كابتن حسام وهو بيحط التشكيله بتاعته، كان بيلعب جنبه حجازي ورامي ربيعه، تمام، بتلعبوا في المنتخب كمان قبلها وقت طويل مع بعض، وكان في تجانس ما بينكم. تعامل الكابتن حسام معاكوا كبقى سردباكات بشكل كامل، انت ونجيب وسعد وحجازي معاك، بيقول لكم ايه؟ التعامل واحد، يعني التعامل كابتن حسام فيه الحته دي اللي هو بيعامل الكل سواسيه، ما فيش عنده حد اكبر من حد وحد اصغر من حد، كله بياخد حقه، كل اللي بيجتهد بياخد حقه في الملعب وبياخد حقه في التشكيل. فده انا شايف ان هو بيدي حافز او بيدي الانطباع اللي ما بين ان هو كل واحد بيدي زي ما حضرتك قلت بيموت نفسه عشان ياخد بيبقى في ال 11، فدي بالنسبه لي ببقى هموت نفسي، فعشان كده الواحد بيبقى عايز يرجع بسرعه، عايز يبقى موجود، عايز يبقى متواجد، بحيث ان انا ارجع تاني للمنتخب للنادي. فطبعا كابتن حسام كلامه معانا يعني هو واحد لاي حد ايا كان مين اللي هيلعب، سين صاد عين ايا كان الاسم، لا كلامنا واحد، اهم حاجه مصلحه الفرقه يعني. طيب انا هكلمك عن حاله عشان راصد بعض الامور كده من السنه اللي فاتت، لما نتكلم على دفاع النادي الاهلي السنه اللي فاتت كان في بعض المشاكل. ان مع كابتن حسام بدر بنتكلم، جه مرمى النادي الاهلي هدفين ولا ثلاثه السنه دي، وضرب الجزاء ولا حاجات كده. يعني مش العداله اللي انت بتتكلم عنها والاحساس ان المكان ده مش بتاعك هو ده اللي بينجحكم انتوا الاربعه اللي موجودين. يعني مثلا على سبيل المثال حجازي اللي كان بيلعب، ومهم جدا اسمع رايك في الكلام ده، حجازي لما رجع كل النقاد الرياضيين والمواقع المباراه بعد ما حجازي رجع كله قال لك حجازي هيلعب، طلع بره ال 18 اعتقد، مظبوط، واللي لعب نجيب وسعد، وانا من وجهه نظري هم اللي كانوا يستحقوا انهم كانوا ماشيين بشكل كويس جدا. ما شاء الله. هي ده العداله ده اللي بتنجح المدرب وتخلي اللعيب راضي ان هو بيلعب ويطلع اللي عنده، ولما حجازي ياخد الفرصه يلعب ويطلع اللي عنده، لو في حد يرجع تاني انا ارجع اخد الفرصه. هم ماشيين كويس يكملوا، فدي ما فيهاش زي ما قلت لك في الكوره بالذات ده نصيب، ممكن تبقى بره خالص، هي والتمثيل يعني. حتى شفت انور كان بيقول لك هو عايز يبقى لعيب كوره، بقى دلوقتي ايه؟ فشل في حاجه، ربنا في حاجه، ربنا نجحه في حاجه تانية. فهي هي بتبقى قدر، ان انت ما تفكرش كتير، انت تجتهد وتعمل اللي عليك وتقرب من ربنا وسيب الباقي على ربنا بقى، تلعب ما تلعبش دورك هيجي يعني اكيد. رامي كنت بنتكلم على نفس الحاله برضو، سعد بتلعب انت وحجازي، وهو السنه اللي فاتت كان اساسي وابتدى يجتهد ويتمرن ويخلص ويقاتل عشان يبقى ليه مكان، تمام. وانت عارف سعد برضو بره الملعب شخصيه، هو ده اسالك بعد شويه كمان، بس رجع للمكان بتاعه وابتدى يظهر بشكل كويس جدا، وكابتن حسام اداله الدعم. طبعا هو ماشي كويس الفتره دي، خلاص زي ما قلت لحضرتك قبل كده، انا ماشي كويس، سعد ماشي كويس، ماشي كويس، ياخد حقه وياخد اللي هو العداله اللي حضرتك اللي بتقول عليها طبعا في الملعب، فهو ما شاء الله ربنا يكرمه ويحميه ان شاء الله. ماشي كويس الفتره دي، حجازي ماشي كويس، نجيب ماشي كويس، رامي ماشي كويس، اللي يمشي كويس يعني هو موجود في الملعب، والمصلحه العامه في الاخر اللي هو المكسب او النادي الاهلي هو اللي بينجح. على مدار التاريخ مع النادي الاهلي بشوف لعيبه، انا مش من اللي بيفكروا لحد مظلوم اعلاميا، الكلمه دي مفيش يعني، انا ما بقتنعش بالنسبه لي اللي مظلوم اعلاميا محمد نجيب، شخصيه مهذبه، تلعب ما بيقاتل، ما بيلعبش، في حاله من الهدوء والرضا، شخصيه محترمه جدا. تقول له محمد نجيب برضو وانت ده زميلك في نفس البوزيشن بتاعك، لا يعني هو مجتهد، ده مثال زي ما حضرتك قلت طبعا للاعب الصبور طبعا، وما بيتكلمش، وراجل محترم معانا وشخصيه كويسه معانا كلنا، واسلوبه حتى في التعامل يعني ما يحسسكش ان هو متضايق او مش يعني ممكن في لعيبه تبص في وشها قبل الماتش تقول لك ان يعني خلاص انزل وانا متضايق ان انت بتلعب، فاهم؟ لا احنا ما بيننا زي ما قلت لك سعد او حجازي او نجيب، ما فيش بيننا الكلام ده، اللي هو انا لعبت خلاص ربنا معانا وبتاع، اهم حاجه مصلحه الفريق، انا عارف ان كل حاجه هتلف في مصلحه النادي، او انا او هي
هيقولوا الفرقه، مش هيقولوا لعيب واحد. طول عمر النادي الاهلي ما بيقولوش ده اللي كسبنا، ده اللي عمل، ده اللي بيلعب، ده اللي ما بيلعبش. الاطار كله او التيم كله هو اللي بيبقى موجود اسمه في الـ في الـ الـ الواضح ان الكابتن حسام البدري عامل حاله من المنافسه ومعاها حب. اه طبعا خلي بالك بيبقى فيها صعوبه كبيره جدا اللي انا بقول، اللي انت عايز تلعب وتبقى شخصيات لعيبه يعني من اعلى مستوى من الاحترام والفكر لان مش اي حد يقدر يحب الخير لزميله وهو بيلعب في مكانه، دي صعبه شويه. ففي النادي الاهلي فيه الحوار ده، فده نجحنا شويه، وده بيخلينا ان احنا كل واحد يلعب وبيدي كل اللي جواه وبيبقى متالق، واحنا بنبقى جنبه وساندينه كمان. هنروح لمرحله ثانيه من الحوار، بس انا برضو صورنا حاجة كده عايزك تشوفها وتقول لي ايه رأيك فيها، ايه رأيك؟ ماشي يلا نروح؟ يلا نروح يلا بينا.